According to our records, Mr. Vanderhoff, you have never paid an income tax. That's right. Why not? I don't believe in it. لو انت او اي حد تعرفه عندكم مشكلة التهتهة، يمكن تفكر ان اكبر امنياتك هو انك يدوب تعرف تتكلم كويس. لكن تقول ايه لو عرفت ان في شخص زيك قدر مش بس يحل مشكلته، لكن كمان يبقى صاحب تعليق صوتي مميز في فيلم الأسد الملك. الفنان ده هو جيمس إيرل جونز. اتولد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1931، وبسبب انفصال والده ووالدته عاش مع جده وجدته أثناء طفولته، وكان التحول ده في حياته سبب في إصابته بالتلعثم، لدرجة أنه كان بيرفض يتكلم، وفضل على الحال ده لمدة 8 سنين لغاية ما التحق بالمدرسة الثانوية، وهناك قابل مدرس اللغة الإنجليزية اللي اكتشف أن عنده موهبة كتابة الشعر، وشجعه على تحدي التهتهة لحد ما تخلص منها تماماً. بدأ جيمس عمله في المسرح كنجار للمسرح، وبعدها بسنتين كان بيلعب أدوار في أكتر من مسرحية. مثل بعد كده أدوار مختلفة في أفلام كتير وحقق نجاح مذهل. في سنة 1977 اشتهر جيمس بتعليقه الصوتي الرائع في فيلم الخيال العلمي حرب النجوم أمل جديد، وحقق شهرة كبيرة من خلال أدوار مميزة جداً حصل بفضلها على عدة جوائز، وأثبت بنجاحه إن التهتهة مشكلة ممكن جداً نتغلب عليها ونتكلم بطلاقة.